مستفيدين من مناخ عام أنشأه وشجعه المخزن يساعد على الريع والرشوة والاقتناع غير مشروع ونهب المال العام والإفلات من العقاب أمام عدم تفعيل استقلالية القضاء. حتى الملفات اللي كتمشي للقضاء لا يتم البت فيها. الأخوات والإخوة شباب مدينة دمنات ولا أخاطب أجهزة القمع، إن هذه السياقات وإن كانت عامة ووطنية فإنها تنطبق بشكل أساسي على واقع الإقليم والمنطقة بصفة خاصة. ولكي لا أطيل، يكفي أن أقول أن الشباب القليل بدمنات الذي ينجو من الأمية في ظل ارتفاع معدلات الهدر المدرسي كل سنة يجد نفسه عرضة ليس فقط للبطالة والتهميش والإقصاء والمباشر وغير المباشر في من حقه في الشغل والتنظيم وإلى غير ذلك، بل وعرضة للقمع والتنكيل اليومي من طرف السلطة وأدنى بها في هذه السلطة الفاقدة لكل إحساس بالمسؤولية. أقول المسؤولية الإنسانية، المسؤولية الإنسانية، لا أتحدث عن المسؤولية السياسية. واحد اللي كيتقدر معطلين يوميا وما تيحش يوميا يوميا. وفي الأخير وفي الوقت الذي ينشغل فيه المسؤولون محليا بجمع الأموال وبناء العقارات ونهب المال العام بكل الأشكال الممكنة، أيها الإخوة أيتها الأخوات، إنه رغم القمع والترهيب فإننا اليوم إذ نخلي الذكرى 20 فبراير لنتذكر دماء الشهداء وتضحيات المعتقلين. معتقل منا لك تحية، المعتقل منا لك تحية، صمات صمات في سجون الرجعية. المعتقل منا لك تحية، المعتقل منا لك تحية، صمات صمات في سجون الرجعية. رغم منا تحية، رغم القمع والترهيب فإننا اليوم إذ نخلد هذه الذكرى، ذكرى 20 فبراير، نتذكر بإجلال دماء الشهداء وتضحيات المعتقلين وتضحيات المناضلين من أبناء هذا الشعب في سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية، المبادئ التي ستظل هدفا لكل الأحرار وموجها ونبراسا لخطى نضالاتنا القادمة في دمنات من أجل الحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة ومحاسبة المفسدين ونائبي المال العام. نحن بصدد تحضير لبرنامج نضالي محلي ندعو إليه كافة المناضلين والمناضلات من أجل الدفاع على مدينة دمنات ومحاسبة المفسدين ونائبي المال العام وهاد الناس اللي كيسرقونا في واضحة النهار. أيها الإخوة والأخوات، إن الجبهة الاجتماعية المغربية بدمنات تدعوكم إلى انخراط الجماهير الواسع لدعم هذه الجبهة والدفاع عن القضايا الأساسية للمواطنين والقضايا ذات الأولوية، والعمل على إعادة الاعتبار للنضال الجماهيري التقدمي الكفاحي ومن أجل إعادة بعث الأمل في غد أفضل لأبنائنا ولشعبنا. وعاشت حركة 20 فبراير وعاشت الجبهة الاجتماعية المغربية. وعشرين وراسي مرفوع، وعشرين أنبياء، وعشرين وراسي مرفوع، وعشرين أنبياء، وعشرين وراسي مرفوع، وعشرين أنبياء، وعشرين وراسي مرفوع، وعشرين أنبياء. عدالة اجتماعية، حرية كرامة، عدالة اجتماعية، حرية كرامة، عدالة اجتماعية، حرية كرامة، عدالة اجتماعية.